وشقلان حوبين وطائن إيك النادى بحنا شقلان حيوين لا تعالى نسيونا إلا قصان بيشا مطر إلى خيمة الكوثة حيث وطيبات العالم روحات قدشيا من عالم وأذم العالم من وامين أعوان واشميا للقداش ماكث ملكوثا قديش قديش قديشات أعوان واشميا دمنين اشميا والعرب الشوحا قديش 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 سامع أودي لخبعي تعرب ثهلي وثحيلة وقديشة ومورخة وطوثان أولام الدار كانت لذا يذاهم شباتة والطيب ذات الوذق إنسان حياوينا حياوينا نودي ونسجد والشباب كل الدار مارت كل آوى وروات قدشة العلمين عندما يفوح يا ربنا وإلهنا عطر محبتك الزكي فينا وتستنير نفوسنا بمعرفة حقيقتك نصير آلا لاستقبال تجلي ابنك الحبيب من السماء فنرفع إليك الشكر والتسبيح في كنيستك المكللة الممتلئة من فيض نعمك وخيراتك فأنت الرب وخالق الكل الآن وإلى الأبد شبحينا بدتم نحن
انك يا رب حقا باعث اجسادنا ومخلص نفوسنا الصالح وحارس حياتنا الدائم، فلك ينبغي ان نؤدي الحمد والمجد والسجود يا رب الكل الان والى الابد. قلخ نشبح كل عما لا لها حيا قدي شالها قدي شايثنا قدي شال ما يوثى وثرى أيها القدوس المجيد والقوي الذي لا يموت، يا من يسر بالسكنى في القديسين، التفت يا رب وارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. ربنا وإلهنا أنر عقولنا لننصت إلى وصاياك المحية والإلهية، وهب لنا بنعمتك أن نجني من المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا، فنرنم لك المجد الدائم يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. قراءة من سفر إشعياء. بارك يا سيد. باركك الرب القدير. لك الويل يا مدمرا لا يدمر، يا ناهبا لا ينهبه أحد، ستدمر حين تكف عن التدمير وتنهب حين تفزع من النهب. ارحمنا يا رب، إياك انتظرنا، كن ذراعنا في كل صباح وخلاصنا في زمن الضيق. من دوي صوتك تهرب الشعوب، وعند قيامك تتبدد الأمم فتجمع غنائمهم جمع الجراد، وكقفز الجنادب يقفز عليها. تعالى الرب ساكن العلاء، مالئ صهيون إنصافا وعدلا. الرب أمان لك في الحياة، وفيض خلاص وحكمة وعلم، ومخافته تكون كنزك. من رسالة بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس. بارك مار. لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة. فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية، وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا،
لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. قوم عديد أيث المشمع لوينجاليون قديشا قديشات ماراني شام شيحة كارزوثا متاي شوحالم شيحة مارن أمين الشام تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع صبيا وأقامه فيما بينهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الصبيان فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الصبي فذاك يكون الأعظم في ملكوت السماوات. ومن قبل صبيا مثل هذا باسمي فإياي يقبل، ومن شكك أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي كان خيرا له لو علق في عنقه حجر الرحى وزجا في أعماق البحر. الويل للعالم من الشكوك، فإن لابد أن تأتي الشكوك، ولكن الويل للرجل الذي على يدي تأتي الشكوك. إن شككتك يدك أو رجلك فاقطع والقيا عنك، فخير لك أن تدخل الحياة وأنت أقطع أو أعرج من أن يكون لك يدان أو رجلان وتسقط في النار الأبدية. أشوحا لا لا أمينيث قد ثمار هذه الذبيحة الإلهية على أن يأتكم جميعاً أنتم الحاضرين هنا في هذا الأحد المبارك، طالبين لكم كل النعم والبركات والخيرات السماوية، وأيضاً نشرك في
قداسنا هذا كل المحتاجين والمرضى، طالبين من الرب أن يعطيهم القوة والنعمة لكي يكملوا حياتهم المسيحية. أحد مبارك للجميع. سمعنا إنجيل اليوم، يطلبون التلاميذ من يسوع المسيح ويقولون: من هو العظم في ملكوت السماوات؟ بالطبع بعد هذه المسيرة من التلاميذ مع يسوع المسيح كانوا منتظرين أنه يسوع المسيح يقوم ويقول: أنا هو الأعظم في ملكوت السماوات، هذا هو الملكوت مالي، أنا اللي صنعت هذا الملكوت. لكن تفكير التلاميذ كان إلى حد الآن، إلى حد هذا السؤال، كان بعد تفكير يهودي، تفكير علماني، تفكير يفكر بأنه الملكوت السماوي الذي كان يتكلم عليه الرب هو ملكوت أرضي، هو ملكوت فيه الإنسان يحصل على السلطة، يحصل على الجاه، يحصل على الدرجات الشرفية. ولهذا السبب هذا السؤال لما سئل وقالوا له: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ كانوا يتمنون إذا كان هو أو غيره، من الذي سوف يحصل على هذه المناصب؟ يسوع قبل ما يرد على هذا السؤال دعا صبياً، صاح واحد من الأولاد وأقامه في وسطهم. لهذا السبب نشوف اليوم أنه المسيح فهم من خلال هذا السؤال، أو كان يعرف بالضبط ما هي طبيعة الإنسان البشرية، هذه الطبيعة اللي هي لحد الآن بعدها طبيعة، خلينا نقول، ما متعمقة بالإيمان المسيحي، وإنما متعلقة أكثر بالأرضيات والماديات. وهذه الطبيعة هي ليست طبيعة متواضعة، لأنه أصلاً من سياق السؤال: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ إلى حد الآن بعد كان ندور على العظمة، إلى حد الآن كان ندور على السلطة، إلى حد الآن كان ندور على الدرجات الشرفية اللي لازم ناخذها بالمجتمع. فلحد الآن بعد كتطغي علينا هذه الطبيعة البشرية اللي موجودة في داخلنا. ولهذا السبب يسوع المسيح جاب ولد وأقامه وسطاً. قال لهم يسوع المسيح: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. إن لم ترجعوا، ضع فرصة للإنسان أن يرجع إلى الله، يرجع بكل بساطة، يرجع بكل وداعة، يرجع بكل شفافية موجودة بحياته من خلال إيمانه، ويترك هذا الكبرياء اللي موجود في قلبه كإنسان، ويتشبه بوداعة الأطفال، يتشبه ببساطة الأطفال، يتشبه بالتسامح المطلق اللي موجود في قلب الأطفال. الطفل والولد الصغير أبداً ما يحمل حقد في قلبه، ولا يضمن ضغيراً الآخرين، ولا عنده حب الانتقام. ولهذا المسيح اليوم يقبله للطفل، لأنه الطفل أول ما يتقبل حقيقة الإيمان يتقبله بقلب صادق ويجسده في حياته ويعيشه، لأنه عنده ثقة بكلام أبونا السماوي. تعرفون شنو هاي الثقة؟ في يوم من الأيام أنت من الآباء لاحظتما لما كانوا أولادكم صغار وأطفال تمسكون وساعات تشمرون فوق وتتلقوهم جوا، الطفل ما كان خيف، لأن عنده ثقة عظيمة بأبونه أنه راح يحضنه مرة ثانية، ما راح يقع، ما راح يصير له أي شيء. هذه هي الثقة اللي لازم تكون موجودة اليوم في قلبنا حتى نتمثل بهؤلاء الأطفال بالنسبة إلى أبونا الذي في السماوات. وأيضاً يسوع المسيح جاب مثل هذا الولد وأقامه في وسطهم، دي حث للإنسان ودي حث التلاميذ ودي حث المؤمنين أن أرجعوا أيضاً، فكروا بالبساطة مالتي اللي أنا كنت معاكم كل هاي السنين، دا أبشر بملكوت السماوات بوداعتي، تعلموا مني فأني وديع ومتواضع القلب. يسوع المسيح كان يريد أن يأسس هذا ملكوت الله، لأنه المشكلة لا يوجد لمن يبحث أن يكون الأعظم بين البشر
حتى يقدر أن يدخل إلى ملكوت الله بدون هذه البساطة وبدون هذه الوداعة. ولازم الإنسان يعرف دائماً أنه بحاجة إلى وجود المسيح في حياته، بحاجة إلى حضور المسيح في حياته. هذا المسيح اللي ترك المجد السماوي وضحى بنفسه من أجل حياة الإنسان. احنا كلتنا نعرف أخواني وأخواتي الأعزاء إننا خلقنا على صورة الله ومثاله، تمام؟ لكن شو وقت فقدنا هذه الصورة؟ فقد الإنسان هذه الصورة الإلهية، لأنه الإنسان نفسه اختار طريق العصيان واختار طريق الخطيئة. فقدت الصورة الإلهية، فقدت مثال الله اللي موجود في حياتك. جاء المسيح، افتدانا على خشبة الصليب، أعطانا سر المعمودية المقدس، وأعطانا الفرصة أن نموت ونقوم معه من خلال سر المعمودية المقدس، ونصبح أبناء الله بالتبني. أعادنا إلى الخليقة جديدة، أعاد الإنسان من خلال العماد المقدس أن يكون على صورة الله ومثاله، وأعطانه فرصة ثانية. هذا هو عمل النعمة اللي لازم دائما يعمل في حياة الإنسان. لازم الإنسان دائما يشعر بوجود الله في حياته، وإن الله يعمل من خلال الإنسان حتى يقدر الإنسان أن يعود ويلبس هذه الصورة ويتقمص هذه الصورة الإلهية الجديدة في حياته على صورة المسيح. سمعنا في الإنجيل المقدس اليوم: من تأتي على يده الشكوك خيرا له لو علق حجر الرحى في رقبته وزج نفسه في أعماق البحر. هذه كانت عقوبة قبل يستعملوها اليهود واليونان. فيسوع جاب مثل حتى يفهم التلاميذ الإنسان اللي يكون مصدر الشك إلى هؤلاء الصغار، ما عنده خلاص. من هم هؤلاء الصغار؟ مثل ما قلنا، هؤلاء الصغار هم الذين ودعاء القلب، هم اللي يعيشون مسيحية ببساطة، هم اللي يعيشون مسيحية بلا كبرياء. فالويل لمن يشكك هؤلاء، الويل للشرير إذا دخل في حياة أي واحد من عندهم ويستغل هذا الضعف ويستغل هذه الوداعة ويستغل هذه البساطة حتى ينقلهم إلى طريق الشر. لكن أبانا الذي في السماوات ودائما بالمرصاد، أبونا الذي خلقنا وأعطانا سر المعمودية المقدس ودخلنا حتى نجدد صورتنا وصورة خليقتنا الإلهية، هو اللي يحمي هالناس هذولا ويكون دائما موجود في حياتهم. ما من الممكن قوة الشر بوجود الإنسان، بوجود الله، أنه تسقط بساطة الإنسان وتسقطه في الخطيئة. يمكن البعض يسأل: لماذا كثير من عندنا ندخل في التجربة؟ لماذا نقع في الآلام؟ لماذا الله يسمح لنا أنه ندخل في التجارب؟ بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين يقول: هذا بسماح منه لكي يعدهم إلى ملكوت السماوات. ربنا كثير مرات يسمح بالألم، يسمح، افهم كلمة يسمح، ما يتدخل، يسمح بالألم حتى يشوف ويحضر الإنسان ويخلي الإنسان ينضج في حال النعمة حتى يقدر يرث ملكوت السماوات. ولا ننسى في حياتنا، في تجربة حياتنا المسيحية، إذا كان في العهد القديم أو في العهد الجديد، نتذكر كل الحوادث اللي حدثت مع أيوب ومع بولس الرسول، كل الآلام اللي حدثت في حياتهم، كل التجارب اللي جت في حياتهم، لكن كانوا دائما مدعوين لعيش الخليقة الجديدة، لعيش حالة النعمة حتى يستطيعون أن يأتوا بثمار. وهذه الثمار كانت هي لخير النمو الروحي للإنسان، وهذا كله كان يقول إلى مجد الله. آمين. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس. أيها الرب الإله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك الذي اخترتها بنعمتك يا رب الكل. أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.
المسيح الذي ذبح من أجل خلاصنا وأوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته. أئننا بحسب وصيته نقرب لك هذه الذبيحة يا ربنا وإلهنا، فتقبلها منا بنعمتك ورحمتك الآن وإلى الأبد. وبحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا توضع هذه الأسرار المجيدة على المذبح الغافر، وتعد حتى ظهور ربنا ثانية من السماء، له المجد كل حيننا الآن وإلى الأبد. ليقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا عونا وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شو حالا ولورا والروح القدس عالمذبح قدسان ودخرانا دو ثلت مريم ميدالام من عالم وعدم العالم من وامن شيحة ودورة ورحمة ودحيدة صلوا نوشينا بوريثا امر كل عما من وامن دخرا مر بطرس على المذبح قدسه عم كيني دنصح وساذي دثكلال أشخي وعلى الصوراخ كلهن عني دي بقيم تشرح تشو حقي منه نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور إله من إله نور من نور إله حق من إله الحق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبالكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد آمين. اذكروا في صلواتكم أبانا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا وجميع الحكام وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في العالم أجمع ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي بارخ معه. نحمدك يا رب على نعمك الغزيرة إذ أهلتنا بفيض مراحمك. نحن ضعفاء الخطأ للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه، فإننا نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق، وأن نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. السلام معكم. معك ومع روحك. إخوتي، تبادل السلام بمحبة المسيح. سلامك يا رب طال.
أدعو رفيقي أخي بحبك أدعو الله أبي بسلامك نحيا دوما معا بسلامك نحيا دوما معا سلامك يا رب أطال قلوبا ملؤها الرجاء حبك يا رب بث فينا نفوسا تنشد العطاء نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد آمين ارفعوا أفكاركم إلى العلا إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك المجيد يقرب القربان لله يا رب الكون يليق ويجب السلام معنا يستحق اسم ثالوثك المجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق أيها الآب والابن والروح القدس يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه ومفيضا نعمة عظيمة على المائتين ومع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك وربوات الملائكة ومواكب الروحانيين خدام النور والروح والكاروبيم والسرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد قائلين كلمتك المتجسد فوشبك وضياؤك وصورة جوهرك وهو لم يعد مساواته لك غنيمة بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لخلاصنا وسلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك في الليلة التي أسلم فيها للموت أخذ خبزا بيدي المقدستين ورفع عيني إليك أنت يا الله أبا الضابط الكل وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا خذوا فكلوا منه كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا كذلك من بعد العشاء أخذ بيدي المقدستين كاسا طاهرا وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا خذوا واشربوا منا كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري نؤمن ونعترف كما أوصيتني يا رب ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء
للاحتفال بسر الخلاص هذا الذي به أغدقت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بألوهيتك، وعضدت ضعفنا وغفرت خطايانا، وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم، السلام معنا. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمدا لك على جميع النعم التي أفضت على طوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الباتريارك ومار عمانويل مطراننا ومار سرهد وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك. استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة وأهلها. صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، أبعد عنهم الخوف والعنف، وامنحهم أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر، وطد الأمن والسلام على الأرض كلها، وفي كنيستك المقدسة الجامعة أنهي الحروب وأهدي الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف، فنعيش حياة هادئة وادعة بالنقاوة والتقوى. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر الرسولي عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم والرهيب والمقدس والمحي والإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. ليأتي يا رب روحك القدوس ويحل على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وخفعا عن خطايانا ورجاء عظيما للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم ونمجدك دوما في بيعتك المفتداد بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. آمين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح، ونسمه بدمه الكريم باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحي باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. لقد أفرزت هذه الأسرار المجيدة وتقدست واكتملت وامتزجت واتحدت باسم الآب والابن والروح القدس مغفرة لخطايانا ورجاء عظيما للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي ها هنا وفي كل مكان الآن وإلى الأبد. ربي حياتي تحلو بك، جرحي يطيب بحبك، أنت عزائي في يوم الضيق يا إلهي، فكن غذائي في الطريق يا رب.
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق. فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين إخوتنا على زلاتهم. اغفر يا خطايانا وزلاتنا، ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات. اغفر يا خطايانا وزلاتنا، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا. نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا. ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا. لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معنا. أوفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك، لنكون أنا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبدال التي وابت لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيحات إلى أبد الأبدين. أجل يا إلهنا وأبانا الفائضة رحمة، نطلب إليك مبتهلين لا يا رب، لا يا رب، لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وعواني، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى الأبد. سلاما عمخون. عمخون روحا. قدش القديش يا عبش الموثى. طيب وذن معيانا مارني شو عم شيحة تشتمل برحمي عم كلان عالم عالمين. آمين.
زايد باورد مارا لم شمشانا زايد باورد مارا لم شمشانا زايد جسدك مأكل حقا ربي دمك مشرب حقا طوبى لمن يرتوي منهما ربي جسدك مأكل حقا ربي دمك مشرب يبحث عن قطرات الماء هكذا يلهف قلبي إليك أنت الهداية أنت الرجاء ربي جسدك مأكل حقا ربي دمك مشرب حقا طوبى لمن السعادة في دنيا ربي جسدك مأكل حقا ربي دمك مشرب حقا طوبى لمن يرتوي منهما ربي جسدك مأكل حقا ربي دمك مشرب حقا طوبى بنعمتك غمرتنا بأمان
يقرينا نشتوينا نشتو تبنان مسود رازي هالين شويحة وقديشة ومحيانة ولا هاي نودي كل نخذ ونشبح لها شوح علي على المواقف لها قداديس هذا الأحد قدمت من أجل النيات المؤبدة والسنوية الموجودة على المذبح ومن أجل النيات التالية: توفي المرحومين مارغريت يوناني المتوفاة في لوس أنجلوس، نجيبة جرجيس ميرم المتوفاة في ميشيغان، بنيامين ياقو المتوفى في أستراليا، جرجيس متي حداد المتوفى في كرمليس، آنا يوسف بكو المتوفاة في النمسا، كذلك بمناسبة الأربعين إلياس رومايا، حنة يوسف حنة، أميرة مني قلابات، غورغيز دانيال دروش، زيرو صبري عوديش، آيات شمعون. سيرجع اجتماع الأمهات يوم الأربعاء 13 تشرين الأول تلاوة الصلاة الوردية بعد قداس المساء، ثم الساعة 7 إلى 8:15 مساء في المركز التربوي. تدعوكم راهبات بنات مريم المحبول بها بلا دنس لحضور لقائها الشهري للشابات 18 سنة فما فوق، وذلك يوم الخميس المصادف 14 تشرين الأول من الساعة 7 إلى 8:30 مساء، وذلك في الدار السامري الصالح. تفضلوا لننال بركة الختام. يليق يا رب مدى الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود، لأنك أجلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين، ونلتذ بعذوبة أقوالك، ونشترك في أسرار موابتك يا رب الكل. أيها الأب والابن والروح القدس لنا وإلى الأبد. آمين. بارخ ما باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا، الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية، هو يبارك جمعنا ويلم شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية، وبعلامة الصليب الحي تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وإلى الأبد. Thank you.
جئنا إليك كالأبناء نرجو حمايتك لنا.